عليكم السلام ورحمه البركات. الاسم منو؟ سيد محمد السيد مكه والضبراس. واقف من الساعه كم انت؟ والله انا واقف لي 3 يوم. 3 يوم؟ طيب انت يوم انا ما شفت بيتي نهائي بتاتا ما شفته، والحكومه دي قالت على انه الناس البنزين ده في خلال اسبوع حيكون متوفر، البنزين والعيش والوقود واي حاجه. انا عندي سكري وعندي ضغط ومجدوح في الشارع، والحكومه شايفانا الان الحكومه شايفانا وما قادره تحل لنا مشكلتنا الاساسيه، لانه البنزين ده قود اولادنا وقود اسرتنا وقدره الناس اللي معانا. نحن حاسين في بيوتنا ما فيها اكل، ما فيها شراب، ما فيها اي ماوى، لانه لاسباب معينه نحن مجدوعين في الشارع، والحكومه قاعده تعاين لنا في نفس الوقت نحن ما قادرين ناكل. حسي بيتي الان ما فيه عيش، الان بيتي ما فيه اكل، والله وعزه الله في جلاله ورب الكعبه في سماه.